وفي جو مهيب وري الثرى بعد صلاة عصر اليوم جثمان المجاهد ياسف سعدي بمقبرة القطار بالعاصمة. الجنازة حضرها مستشار رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا وأفراد من عائلة الفقيد وأقربائه. نودع اليوم رمزا وطنيا ثقلته الأيام والسنين فأضحى للأجيال قدوة وأسوة. نودع فيه مجاهدا محنكا ومن الرعيل الأول للثورة التحريرية المجيدة الذي حضر ونسق مع قيادتها لاندلاعها إيمانا منه بقدسيتها فأخلص لها قلبا وقالبا وقدم لها النفس والنفيس فكان سباقا إلى حمل شعلة نوفمبر الوقادة.